أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. للمكان الأردني حضور كبير في ذاكرة التاريخ، وقد شهدت بهذا الحضور المصادر العلمية منذ بدء التدوين، كما جادت هذه المصادر بأسماء مئات من أعلام الرجال والنساء الذين نسبتهم إلى عدد من مدننا الأردنية، وستكون لنا وقفات مع سير بعضهم في كل حلقة. لولا الإله وأهل الأردن اقتسمت نار الجماعة يوم المرج نيرانا. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة مخصوصة بمن نسبوا في المصادر التراثية إلى مدينة البلقاء. ونبدأ حديثنا مع حسن بن تقي البلقوي. أنا حسن بن تقي البلقوي، مفتي دمشق الشام. سيرة كريمة حسنة، أرجو أن تأذن لي بأن أتحدث عنها أمام السادة المشاهدين. الحسن بن تقي البلقوي الشهير بتقي الدين الحصني، مفتي دمشق الشام، هو صدر الصدور وزينة الأزمنة والدهور، قد فض عن فم أمانيه ختما، واستمال قلوب الحكام إليه حتما، وكان جسورا فصيح المقال، مقدما في زمانه على ذوي المهابة والإجلال، وتعرض لمنصب إفتاء دمشق الشام في أيام حسين أفندي المرادي، فعزلت الحكومة حسين أفندي المرقوم من الإفتاء ووجهته على المترجم المرقوم، فجعل لنفسه قدرا عظيما ورونقا جسيما، حتى إنه إذا أراد التوجه لمركز الحكومة لابد أن يمشي بركابه 40 رجلا من الشجعان، كلهم مقلدون بأنواع الأسلحة، وإذا وصل لمركز باب الحكومة يقوم لاستقباله متسلم البلد المعروف بتفنكجي باشا، ويمشي أمامه إلى أن يجلس في مكانه، ثم يتصدى لتعاطي الأمور، ومدار الحكم في القضايا عليه لا على غيره يدور. وبقي مفتيا 6 أشهر وأياما، ثم عزل عن الإفتاء وغيره، ولما بلغه ذلك اعتزل في داره إلى وفاته، وكان ذلك 64 و200 و1000، ودفن في باب الصغير رحمه الله تعالى. وتأسف كثيرون من الناس عليه لما لديه من الشهامة الهاشمية والمآثر العربية والنصرة لكل قاصد والمساعدة لكل راسم رائد، عوضه الله الجنة وأجزل له عنده المنة، آمين. أرحب بكم أيها الكرام، أنا محمد بن محمد البلقاوي. أهلا بك يا سيدي، وسأروي للمشاهدين الكرام قصتك العطرة. محمد بن محمد بن عبد الله البلقاوي ولد في ليلة 2 في منتصف رمضان 21 و800، ينسب إليه هذا البيت. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحمي. له من التصانيف الافتراض في دفع الاعتراض، الاكتساب في تلخيص كتب الأنساب،
البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع، بغية المبتغي بتعيين قول الروضة ينبغي، تحرير التفاصيل في رواة المراسيل، تحفة الحبائب بالنهي عن صلاة الرغائب، تقويم الأسل في تفضيل اللبن على العسل، الروض النضر في حالة الخضر، زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض، صعود المراقي شرح ألفية العراقي في الحديث، الصفا بتحرير الشفا طبقات الشافعية، اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم صلى الله عليه وسلم، اللواء المعلم في شرح مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجمع العشاق على توضيح التنبيه للشيخ أبي إسحاق، المنهل الجاري المجرد من فتح الباري شرح الجامع الصحيح للبخاري. والآن نختم حلقتنا بالحديث عن يحيى بن عبد الله القرشي. القرشي البلقاوي يا دكتور عمر، كنت من أهم الذين نسبوا إلى مدينة البلقاء يا سيدي، فأذن لي أن أتم الحديث وأن أتشرف بالحديث عنه. يحيى بن عبد الله بن أسامة القرشي البلقاوي، يترجم له ياقوت الحموي فيقول: يحيى بن عبد الله بن أسامة القرشي البلقاوي روى عن زيد بن أسلم، روى عنه أبو طاهر موسى بن محمد الأنصاري المقدسي. ويترجم له ابن منظور فيقول: يحيى بن عبد الله بن أسامة القرشي البلقاوي حدث عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يحدثنا عن أخبار الجاهلية وأهلها ويقول: الأجل حصن حصين وكهف منيع، ولقد أتت علي أحوال مهلكات نجوت منها سالما، وكنت من أشد الناس إقداما على ما يعجز عنه كثير من الناس. وروى خبرا طويلا لا يتسع وقت هذا البرنامج لإيراده هنا. أيها السادة، أيتها السيدات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تكلمنا فيها على بعض من نسبوا إلى مدينة البلقاء. في المرة القابلة إن شاء الله تعالى سيكون لنا وقفات مع بعض من نسبوا إلى مدينة حبراس وحبكة وحسبان. شكرا جزيلا لهذه المتابعة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قيل خيل الله يوما ألركبي رضيت بكف الأردني انسحالها.